صوتك. نستقبل بكل حب المسرحي رؤوف بن يغلان. مرحبا بك على موزاي كفيم رؤوف. اهلا بك خويا الهادي. لباس، احنا كنا شفناك الجمعه اللي فاتت على قناه تي ان تي وعلى القناه الاخباريه التونسيه في حوار مع رئيس الجمهوريه المؤقت المنصف المرزوقي. الفكره كيف جات انك تقابل رئيس الجمهوريه وتعمل معه مقابله، علما وانه انت قبل الحمله الانتخابيه نتاعو كنت موجود في مقابله معه، لكن بعد ما وصل لمنصب رئيس الجمهوريه معناتها كيف جات الفكره انك تقابل رئيس الجمهوريه؟ والله وقع طلب الحقيقه، اقترح علي. بطلب من شكون؟ يعني ما تعرف الرئاسه عملت حوار مع الاستاذ عياض بن عاشور بعد مده طلبوني انا. هما الطلب جاء من عندهم هما؟ جاء من عندهم هما. فتحدثنا، تقبلنا، اتفقنا على المبدأ أنه سيبا أن كودو ماركتينج بوليتيك، أنه ما هنيش باش نعمل انترفيو لأني ماهيش مهنتي أنا صحافة، باش اتفقنا أنه باش يقع جدل وباش يقع حوار نقاش. شو الحاجات في الاتفاق اللي اختلفتوا حولها؟ أكيد النزوز باش يحكيوا على حاجات، باش يتفقوا في حاجات وباش يختلفوا في حاجات. اتفقنا يعني قبل الحوار، قبل تسجيل الحوار. قبل تسجيل الحوار والله ما ثم شروط، يعني إحقاقا للحق باش نقول لك أون توكا دو سابار لوي لو بريزيدون ما 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 شرط حتى شرط، حاجة متفقين فيها معناتها مسلمة أنه ما يلزمش يكون ثم عنف، يعني معناتها بطبيعة الحال لأنه ما يستحق. وأنت ماكش فنان عنيف، حتى على الأقل حتى هما كيف اختاروك أنت ما اختاروش إنسان عنيف. ما كانش فما أسئلة من نوع شنو حزبك السياسي، شنو انتمائك الفكري؟ لا 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 أبدا ابدا ابدا. وقلت له راني باش نتحب باش نحب نتحدث معك في مسائل، ممكن واحده ممكن تقلقك خلينا نتفقوا فيها، راني نحب نحكي معك فهمتني على صلاحيات نتاعك، نحب نتحدث. قابلته هو كنت تحكي معه مباشره هو ولا كنت تحكي مع مستشاري؟ لا تكلمت ساعه قبل كل شيء مع الكابينيه، ثم طلبنا ثم تقابلت معه هو في القصر حال، يعني باش نتحاور معه باش نتفقوا مع بعضنا يعني في القصر. في القصر في القصر طلع على المواضيع مش في باب سويقه متقبلنا. لا 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 ما نعرفش انا تقابلت بالضبط، تقابلنا في البيرو نتاعه وتقابلت انا وياه في القصر وتحدثنا على مبدا الحوار، وكان معناتها كان قابلا لكل التساؤلات اللي يمكن نطرحها، وما ثم حتى ممنوع وما ثم حتى محظور. المواضيع اخترتوها مع بعضكم والا معناتها كل المواضيع انت اللي اخترتهم؟ لي روبريك قلنا باش نتحدثوا على الشان السياسي، باش نتحدثوا على شان الثقافه، باش نتحدثوا. هو سالني قال لي شنو فاش نجموا نتحدثوا؟ قلت له الشان السياسي لابد منه خاطر الاحداث تستوجب هذا، ونحب نتحدث معك بصفتي مواطن باش نتحدثوا على شأن الشباب، شأن الحريات، وشأن الحريات يعني الإبداع والإعلام، وشأن الثقافة بطبيعة الحال. القناة اللي صورتكم هي قناة تي قناة تي ان ان. انا ما انا ما علمت بالامر هذا الا غاديك سور بلاس. معناتها انت جيت تلقى الفريق نلقى فريق سور بلاس. معقول انه حوار رئيس جمهورية تنقلوا قناة خاصة؟ مازلت في بث تجريبي معناتها؟ رغم انه فما القناه الوطنيه اللي هي مرفق عمومي، واحنا نحكيوا على رئيس الجمهوريه، رئيس كل الجمهوريه معناتها. سؤالك مقبول مطروح؟ لا ما اكيد ما عنديش اجابه ليها. كيفاش ما عندكش انت؟ انت هو حوار، هو حوار رؤوف بن يغلان مع رئيس الجمهوريه، من المفروض انت تقولوا شكون باش يصورنا؟ انا الحقيقه شكون باش يصورنا؟ شكون باش يعمل المونتاج؟ ما ما لا اتفقنا انه المونتاج ما ثماش باش حد شيء باش يتنحى. لا فما ضربه مونتاج تنقول لك عليها بالضبط، فما ضربه مونتاج في البدايه بدات ظاهره، اما البقيه المونتاج باهي ما نفكوش من بعد. فهمت من بعد ثم في البدايه يعطيك الصحه معناتها ثم بيبان تكنيك وقع وما حب ما نجموش يوقف ما حبوش يوقفونا وقت البيبان هذاك، خلاه الامر يمشي وقت علمت في الاخر خاطر انا الحقيقه معناتها انت مشيت باش تعمل حوار مع رئيس الجمهوريه دون علم بالقناه اللي باش تصور ولا الماتريال اللي باش يركب وشكون باش يعمل مونتاج. يعني انا سور بلاس فهمت اللي معناتها خاطر التلفزه الوطنيه نعرفهم معناتها لخيان يعني او قناه اخرى معناتها نعرفهم الحقيقه، فهمت غاديك سور بلاس، اما معناتها فهمت وانا بديت وانا معناتها نهيئ نفسي للتسجيل يعني فهمتني. تتعجب تثير نقاط استفهام؟ نعم تثير نقاط استفهام عن غياب التلفزه الوطنيه في حوار مع شخصيه وطنيه. ما عادش ثم نقاط استفهام، توا كل شيء فيه استفهام، توا معناتها معك توا كل شيء فيه استفهام. خلينا في الحكايه هذه معناتها انك تكون موجود باش تقابل رئيس الجمهوريه المؤقت سي منصف المرزوقي وانت شخصيه عموميه زاد كيف كيف، في غياب التلفزه الوطنيه معناتها لا يثير ذلك فيك استغراب؟ أنا تمنيت أن تكون هناك أن تكون التلفزة الوطنية بتبيع. هل الاعتراض على شخصك أنت؟ هل قد يكون اعتراض من التلفزة كان على شخصك أنت يمكن؟
ما نصورش في التلفزيون. مني مانيش وطني انا، مانيش مواطن هنا. ما شو السبب؟ ولا الرئيس ماهوش مواطن. اتصلت بإدارة التلفزيون الوطنية؟ ما اتصلتش الحق، ما اتصلتش. تقصير منك؟ ممكن باش نفهم المساله، لكن انا علمت من بعد حسب التعليق وحسب ردود الفعل فهمت. شوف ديريكت باش نقولها لكم، نعتبر ان التلفزيون الوطنيه حق الشعب التونسي، واشياء من هذا القبيل لابد ان التلفزيون الوطنيه يكون عندها حضورها بطبيعه الحال. اذا التلفزيون الوطنيه امتنعت على هذا، ربما اعتبر انه امتنعت على البث حسب ما علمت. ما على البث؟ أنا امتنعت يمكن على ما في باليش ان امتنعت على التصوير. قد يكون ردة فعل لانه مش هي اللي صورت. قد يكون صحيت. فوالا. موا جو تروف كو سي توت افي ليجيتيم ان معناها التلفزه الوطنيه ما تمشي لها، ما تقبلش باش تمشي لها كاسات وتعديها بامرنا. الاملاءات هذه رفضتها التلفزه التونسيه، وانا هذا 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 الرد في هذا الشان بالذات اسانده. اسانده. لماذا؟ لماذا؟ لانه ما عادش كما قبل نجيبوا لك كاسات نحطها. تحبوا التلفزه الوطنيه تعدي، التلفزه الوطنيه تنجم تصور ومن حقها، ولو خيان يعني التلفزه الوطنيه اذا رفضهم للبث هذا سببه، فهذا اعتبره منطقي. واذا كان السبب يمكن حول انه رؤوف بن يغلان هو اللي يحاور رئيس الجمهوريه وليس واحد من صحفيي مؤسسه الاذاعه والتلفزه التونسيه اللي تعج بالخبرات والكفاءات. انا نتصور خويا الهادي اللي معناها لازم تجي ديريكت ساعه قبل كل شيء. نوعيه الحصه، نوعيه الحصه لا تفترض وجود صحفي. نوعية الحصة معناتها هو لقاء حواري بين رئيس الدولة و لماذا يصور منه؟ نعم، لو هو لقاء حواري حميمي بين مش حميمي، لقاء حواري ماهوش حميمي، ماهوش قاعدة نتاع أصحاب، ماهوش قاعدة نتاع أصحاب. لا مش قاعدة نتاع أصحاب، ما قاعدة نتاع شخصية معناتها مثقف ماشي باش يحكي مع رئيس الجمهورية. أنا نصور دكتور أستاذ مختص كما عياض بن عاشور، مهم برشا أن الشعب التونسي والمتفرج التونسي يسمعوا إيش يقول كاختصاصي في ميدان الدستور وميدان القانون، إيش يقولوا لرئيس الدولة. يظهر لي مهم جدا. يقارن رؤوف بن يغلان نفسه حواره بحوار سي بن عاشور؟ أن توكا حواري مع رئيس الدولة يختلف على حوار عياض بن عاشور. ما لا 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 احسن، لا اقل، لا خير، لا اقل. اكثر فرجه؟ لا ممكن اكثر فرجه، وانتو كاثار اكثر ضجه. لكن انا ما مشيتش باش نعوض صحافي، وقلت في الحصه من البدايه لست صحفيا ولست اعلاميا ولست محللا سياسيا، انا مواطن فنان مسرحي. خبرني تاريخ التسجيل كان تقريبا وقتاش؟ تاريخ التسجيل؟ تاريخ التسجيل وقع مغدي، معناتها مغدي وتعدى يظهر لي تعدى عن سامدي. عن سامدي. علاش المردي سامدي؟ ولا يظهر لي سجلنا مردي ولا مركوردي وتعدى سامدي. علاش الوقت هذا الكل؟ عادة الحوار يتسجل الصباح باش يكون سريع والمعلومة توصل في ساعة، يتعدى في ساعة. علاش؟ علاش ما تعرفش؟ ما تتسألش معناتها؟ لا ما نعرفش، أنا قعدت نسأل وقتاش يتعدى باش نشوفوا كبقية المواطنين في الحقيقة. باهي. أنت طلبت الرئاسة، عملت لهم تليفون، قلت لهم بالله وقتاش باش يتعدى البرنامج. معناتها بقيت الناس، معناتها انا سي قمت بالمهمه نتاعي، تحاورت مع السيد الرئيس وقلت له ايش نجمت نقول، ثم قعدت ننتظر. كنت نتصور انه من غدوه ولا من بعد غدوه. عملت تليفون انا على ما علمت انه خاطر الرئيس خرج للخارج مشى المالي جو كرو اي بي الى فالي اتوندر سون غوتور باش ينجم يشوف ويقول هذا يتعدى وهذا ما يتعداش. لا 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 لا, لا ما ما. خاطر في مالي نجم يشوفه حتى على اليوتيوب معناتها. لا انا شوف اتفقت معاه، قلت بقطع نظر على الخطا التقني اللي انت اشرت له، ناكد لك ما ثم حتى شيء. البلاصه اللي صورته فيها هي المدخل. البلاصه اللي صورته فيها هي المدخل، الطاوله المدوره، الطاوله اللي وقعوا عليها الاستقلال، معاهده الاستقلال. دونك انت اخترت المكان هذاك والا هو اللي اختار المكان؟ شفتها في الحصه مع عياض بن عاشور، الديكور هذاك وعجبني. عجبك؟ انت اخترته ولا لقيته موجود؟ ما انا طلبت ان يكون نفس الشيء. نفس الشيء. في البروتوكولات اول الحصه انت تطلب من الضيف نتاعك من رئيس الجمهوريه باش يقعد. والله استنجست انكونسيون الحقيقه، ما وقت اللي هو اللي ضيفك. هو عمل لي من الاول وانا عملت هكاك، معناتها جست هادي، معناتها جست انكونسيون، معناتها بروتوكولات. بروتوكولات جست معناتها بطبيعه الحال يقعد هو قبلي. انت ضيفه؟ انا ضيفه. لاحظنا انه معناتها عندك اصرار دائم على التذكير بانه اللي انت قاعد تحاور في سياده رئيس الجمهوريه الدكتور محمد منصف المرزوقي.
إصرار دائم فيه في الحصة في الحصة كل مرة ذكر بهذه الطريقة سيادة رئيس الجمهورية الدكتور محمد المنصف سيد رئيس سيد رئيس سيد رئيس نقول سيد رئيس ما اختلفناش برضه لم تستعمل كلمة المؤقت لا ما نستعملهاش علاش ماهيش من مصطلحاتي انا ماهيش مصطلحاتك انت هذا مصطلح قانوني مصطلحاتكم انتم هذا يعني. مصطلح قانوني ايش معناتها مصطلحاتكم انتم مصطلحاتكم انتم هذه مصطلحات هي هذه مصطلحات قانونيه سياسيه يعني كنا مؤقتين يا ولدي لا لا شوف كلها مؤقتين قالها البيجي قايد السبسي قالها البيجي قايد السبسي كنا مؤقتين قالها البيجي قايد السبسي يعطيك صح معناتها ما جاتش في بالي معناتها ما جيتش في بالي لأنه نتذكر ديما في لقائه مع سمير الوافي يقول يا حلاوة الميم والوا والقاء والتاء معناتها عنده حساسية رئيس الجمهورية من المؤقت من كلمة لا المؤقت. لا والله لا ما قاليش بكل ما ذكرليش لا هو ولا لا هو ما هي الغاية من هذا الحوار؟ المساعدين تاعه ما هي الغاية من هذا الحوار؟ شوف خويا الهادي خلينا نربحوا الوقت أنت قلت لي من قبيلة نمشيو ديريكت احنا متعودين أنه نشوفوا المواطن يجي يا إما يحضر في اجتماع ما انت باش يأيد يصفق ولا يقول لا يعيط باش يقدم الشعارات يحضر في المظاهرات فهمت ولا يأيد قبل يشوفوا فيه صفق يجيبوه بالكيران تويك كما قلت لك في الاجتماعات وفي المظاهرات اذا المواطن يقتصر حضوره على الشيء هذا يا خيبة المسرح لكن انت فنان حضورك المفروض يكون على الركح على المسرح قد تقول كل الرسائل المسرح ما يكفينيش انا تو انا ما عادش يكفيني الحالة اللي احنا فيها عجزت كمسرحي عن لا لا لان اللغه المسرحيه اللغه المسرحيه معناتها لغه مسرحيه فقط يعني مهمتك انك أنا عندما اكون فوق الركح عندما اكون فوق الركح موقفي كفنان موقفي كفنان مسرحي يتناقض موقفك كفنان مع موقفك كمواطن لا ما يتناقضش وانما يختلف لاني في المسرح معناتها انا في الشارع ما نتكلمش كما نتكلم في المسرح هذا لان في المسرح ثم ميتافور ثم رموز ثم الى اخره اذا باش نتكلم في الشارع كما نتكلم في المسرح تا يقولوا هزور سبيطار المهبل فهمتني ولا دونك احنا معناتها نستند الى لغه الخيال لغه الابداع لغه الرموز الى اخره احنا في الشارع وقت اللي نجيو في الشارع باش نطرقوا الى مواضيع تمس الواقع تمس الحياه اليوميه تمس علاقاتنا اليوم بالاحداث الموجوده وقت نشوفوا الارهابات اللي قاعده البشعه اللي قاعده تمس البلاد هذيا واللي خاد نشوفوا اللي مصيرنا ومستقبلنا مهدد عائلاتنا اولادنا الى اخره ونشوفوا الجهات كيفاش مازالت محرومه مازالت مقصيه ومازالت مهمشه عاش خويا معناتها نرى انه ما فماش داعي باش ننسى روحي كبقيه اللي انا نعيش كما الناس وكبقيه الناس ونمشي للمرشي كيف الناس ومشيت هزيت هموم الناس معناتها هل انت مفوض من عند الناس باش تهزلهم هموم لا مانيش مفوض انا مواطن وما خذيت رخصه من حتى حد ومانيش نحس بنفسي في حاجه اني نسترخص لكن انت باش نسترخص نعبر على المواطن تاعي رؤوف بن يغلان انت مواطن لكن مواطن محظوظ انت فنان امورك الماديه امورك الماديه امورك الماديه لست حتى مكش المواطن مكش المواطن المحروم اللي يخلص في 100 دينار عامله النظافه اللي معناتها تعاني من المصباح ايش قولك اللي وقت اللي السيد هذا اللي يعاني كما تقول انت ايش قولك اللي السيد هذا اللي يعاني كما تقول انت يشوف الفنان انه ما ينساهش شنو رايك فيها؟ اي غايتك هو تخدم صوره الفنان اكثر أكثر لا لو لا كان لا رئيس الجمهورية يريد أن يقابل شخص من المواطنين خليه يقابل واحد من الشهداء من عائلة الشهداء أو واحد من البطالة أو واحد وهكا يكون الحديث حديث صميم على الأقل معناتها مهما كنت باش تحكي له على المعاناة أنت أنت ترقد شبعان لا 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 رؤوف بن يغلان حتى أنت ترقد شبعان لبس عليك أي ما مشيتش نقابل رئيس الجمهورية إي أنا رئيس إي لكن أنتم ما عندكم رئيس الجمهورية تابو سيفيني معناتنا الثورة هذه بفضل الشهداء ما عادش هالقطيعة هالممنوع هالمحظور في العلاقة بين المواطن والسلطة أسقطها الشعب من 14 جنفي أسقطها الشعب من 14 مش من جنفي. مش من سبتمبر 2013 ما خربرش معاك يعطيك صح أسقطها الشعب من 14 جنفي وبالتالي اليوم المفروض كما قلت لك احنا مستعودين نشوفوا مواطن يحضر في اجتماع ولا يحضر في مظاهرة ولا يهز لافتة ولا يعيط شعار ويبدأ يعيط إلى آخره
من المطلوب خوي العزيز أنه المواطن يقف وجها لوجه أمام السلطة وخاصة عنده ما يقول. وقفت أمام السلطة. اسمحني صديقي من المفروض، أنا قلت لك لا غرابة في هذا الاستغراب من طرف الخيان اللي راو إيش مدخل، معناتها باش يكون ثم حوار بين فنان رؤوف بن غلان والمرزوقي رئيس الدولة. أنا رأى فرصة أتيحت لي وقدمتها، لكن اليوم معناتها رؤوف بن غلان فنان، غدوة يلزم يكون فلاح، غدوة يلزم يكون عاطل عن العمل اللي يجي من بنقردان، واحد آخر يجي من 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 سجنان، واحد آخر فهمت ولا يكون تاجر، واحد آخر يكون عنده معمل فهمت ولا تسكر معناتها في 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 أزمة كبيرة اقتصادية إلى آخره إلى آخره. خلينا نكرسوا ثقافة الحوار بين المواطن والسلطة ويزينا من الوساطة، والوساطة هذه هامة جدا، لأن نزيد نقول أن نوعية نوعية الحوار اللي تلقاه ما بين رئيس الدولة والمواطن لا يعوض. كلمك صحيحة ما ناقص، يعني بالأساس فنان، لكن حتى الجانب الثقافي خذ جزء صغير جدا. صحيح. من وحتى حسينا كانوا بلفتك في الإجابة، لو كنت كمثقف صحيح. وعملت مع حوار كامل في الثقافة، وأنت اليوم معبي بالملفات الثقافية وأنت لا يجادلك أحد، لكنك أنت قاعد تحكي على مواضيع سياسية قد تكون غير متمكن حتى من بعض أبجدياتها. لا وراس خويا تفضل اسألني، تنقول لك تعرف أنا متمكن ولا لا معناتها كيف يقول لك مثلا تسأله مثلا سؤال يقول لك، تقول أنا مقلقني الوضع متاع البلاد، يقول لك شبابنا الكل في معناتها نسبة كبيرة في سوريا مغرور بهم، ما قطعتوش لهنا. كيفاش ما قطعتوش؟ قلت له ثمتينا، قلت له الارهاب هذا موجود، ثمتينا موجودة هنا في البلاد، تخلقت وتكونت، وهذه السبب. ما لم تحمل الحكومة مسؤوليتها. حملت لا سيد العزيز، وقلت له الحكومة فاشلة في مخص الإرهاب، وجبت له قلت له فهمت ولا، قلتونا اللي في الشعام بقاعدين يترناو، ومن بعد شفنا بعد جيتني اللي حاجتك بيه البشاعة، جيتني اللي حاجتك بيه، قلتونا رانا سمعتها ولا سمعتها ولا، لكن ما جاوبكش عليها. أبي أنا مش مسؤول عليها. مسؤول أنت أنا. مسؤول أنا مسؤول على أنت كلامي. أنت مشيت باش تفرغ قلبك، أنت مشيت باش تنتزع منه أجوبة، لكن هذه باهية أنك أنت تلاحظ أنه هو ما جاوبش عليها. أنت قلت له، لكن هو مشى لك الموضوع آخر. لكن المواطن كي جو سوي نبا أوبليي دو بوزي سو بروبليم. لكن هل الفايدة اليوم باش تطرحوا الأسئلة؟ نعم. كان هل الفايدة اليوم باش تطرحوا أسئلة؟ إذا اليوم قدمك رئيس الجمهورية وعندك أسئلة بهذه القدرة من الـ من الـ من الوجاهة. هو قال لي نقائص، قلت له لا ماهيش نقائص، قلت له ناقصين كفاءات. هو قال لي نقاش. اشتعمل لي كما رئيس الجمهورية تهرب من السؤال. السؤال متاعي هو انه سألته سؤال كان دقيق، لكنه ما جاوبكش على السؤال هذا. انت تناسيت وكأنك. لا لم اتناسى، لاني اجبته قلت له رأي مشكلتكم مشكلة كفاءات. لم اتناسى يا سيد العزيز. ما جاوبك على حتى سؤال محرج. شدد الحديث هذاك، انا ديجا عرجتك الموضوع هذاك وقلت له ما قلت، وواصل هو طريق. الغاية من كل حوار هو انتزاع اعترافات. هذه متاع الانترفيو. انت مشيت تفرغ في قلبك. انك تنتزع الاعترافات. انا مشيت قلت له يزمو يفهم، يزمو يعرف انه راهو الجدل الكبير او معناتها تغير رئيس الجمهورية بعد لقائك معاه تقول يلزمو يعرف، معناتها تحس انه تغير بعد الحوار؟ ما تصورش يتغير في لحظة، معناتها هو أفكاره ثابتة ويعرف شي يقول ويعرف شي يفكر. أنا شوف أنا ما شوف أنا ما أنا لم... عبرت على اختلافي مع الحكومة، وعبرت على المعارضة متاعي تجاه السلطة بكل ما فيها. سيد العزيز هو الهادي، عبرت له على معارضة متاعي تجاه السلطة بكل ما فيها. هو قال لي الحكومة ما هيش فاشلة، وأنا بينت له وفسرت له وحدثت له إلى آخره. لهنا فقط اللي... بربي فما لوم كبير برشا من عند الناس المتابعين أنهم سؤالك طويل برشا. مو سؤال، الكلام اللي تقول فيه طويل برشا. شوف أنا مانيش ماشي باش نسمع، أنا مانيش ماشي باش نسمع، ومكش ماشي باش تفرغ قلبك معناتها. ما فهمتش توا، تحبني نتكلم ولا ما تحبنيش نتكلم توا؟ قول لي عبر ولا ما نعبرش. إيش بيك سكت؟ إيش بيك كذا؟ تحبوني نمشي؟ مانيش ماشي. أنا مش فرحان بالحكومة. الحكومة فشلة مع الإعلام ومع الشباب ومع الاقتصاد،
ارهاب، صلاحيات، هذا الكل في سؤال، في كلام واحد. لا معنا. مش كلام واحد، انا متاكد في الحصه كامله. لا 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 لا, لا. ورث خويا فما ورث. سؤال فما سؤال فما سؤال، انا متاكد كتبته في ورقه. هذا هو الرابعه والخامس. سياسه امنيه فاشله مع الاعلام، مع الشباب، مع الاقتصاد، دون وقائع. وحكيت له ثم الارهاب، وكنا نتمنوكم كمواطنين والارهاب، انت القائد الاعلى للقوات المسلحه طوال ملف الارهاب، حق المعارضه في التواجد في وزاره السياده في الأمن. مع ورقه البراهمي والتحذير اللي صار، هذا الكل كان مسرطه فرد فرد. خاطر قال لي مش فاشله، فسرت له، قلت له فاشله في الامن، فاشله في الشغل، فاشله في الشباب، فاشله مع الاعلام، فاشله مع الحريات، فاشله في كذا، فاشله مع كذا. لماذا انا ما عنديش علاقه عدائيه مع الناس اللي نتعارض معهم؟ لماذا استاء الاعلاميون من بعض الاعلاميين من الحوار هذايا واعتبروه الاعلاميين من حقهم، لانه يراوا ربما حسب ما فهمت وسمعت وقريت، يراوا انه كما قالت نقيبه قالت اللي وقعت محاوله لتركيع الاعلام ما نجموش، فجابوا استاذ معناتها عياض بن عاشور، ثم جابوا رؤوف بن غلان بدعوى انه ما همش صحفيين، باش هما يتصوروا اللي ربما ثم تعويض الشيء هذا. انا نقول لك اللي الاستياءات اللي ريتها، الردود الفعل اللي قريتها، أغلبية متاعها قريتها قبل ما يقع بث البرنامج. شو تفسيرك أنه بعد الحوار لم نستخرج أي تصريح، أي حقيقة؟ ما خرجناش، لأنه بعد كل حوار نخرج بمعلومات، نخرج بحقائق، نخرج بكلام، نخرج بمواقف. أنا ريت اللي نشرت الأخبار خذات إكستريم الحصة، أنه قال أن الحكومة ناجحة. أنا مانيش مسؤول على كلامه. أنا مكش مسؤول، مانيش مسؤول. قديش أقنعك كلامه؟ نعملوا تقييم تو. انا مانيش مقتنع بخطاب السلطه بكل ما فيها، كلامه ما قنعنيش. قديش ما قنعنيش؟ نسبه لا ما قنعنيش. جمله 0%. ما اقتنعت، اما سامحني للصراحه، على الاقل مع ذاتي ومع شخصي ومع نفسي، ما فرض عليا حتى سؤال. معاك لكن لم يقنع. عاش خويا ما فرض عليا حتى سؤال، والمواضيع اللي حبيت نتحدث فيها قال لي تفضل قولها، ما ثم حتى اشكال وما ثم حتى مشكل، وزاد اكد لي انه ما ثم حتى محظور وما ثم حتى ممنوع. قديش اشفى غليلك؟ قديش اشفى غليلك؟ قديش معناتها؟ لا ما اشفاش غليلي. انا نتمنى يخرج من غادي، انا نتمنى، فهمت؟ لا يشد الرسمي، وذي قلتها حتى سابقا، قلتها حتى في ديزانترفيو قبل. انا نتمنى ربما هو عنده اسرار، فهمت؟ لا يعرفها، ما يقولهم ليش، يعني انا مانيش رجل سياسه ينجم يقولها الاحزاب الاخرى. انا نتمنى انه الحراكي يتبدل ويتغير. انا نتمنى انه الشيء اللي قاعدين نعيشوا فيها، الصراعات السياسيه اللي اغلبها معناتها فيها حاجات مصطنعه نتاع يجبد ليك ويجبد ليا الى اخره، خاطر فيها الشعب والزينه ما خسرنا. هذا الحوار الزينه ما خسرنا. هذه منطق نتاع رئيس الدوله والترويكا في شيره والاخرين في شيره، الزينه ما خسرنا. اليوم نعتبر ان وقع انقلاب على الشعب التونسي. اعتبر سيدي العزيز ان الشعب التونسي محاصر من طرف الاحزاب السياسيه، مع كل احترامات لكل من فيها. احزاب الكل. نعم. دون محاصر من طرف الأحزاب السياسية بكل من فيها، مع كامل احتراماتي لكل من فيها من حقوقيين وشرفاء في النضال متاعهم، لا نقاش في ذلك. وأقول أكثر من هذا، أنه سيدي العزيز مفروض عليكم أنكم تتفقوا رغم اختلافاتكم، الخطر الشعب ما يلزمش يزيد يخلص معناتها الفاتورة متاع عدم اتفاقكم لأسباب الكراسي أو لأسباب تأويلات ومصالح سلطوية. يزينا معنينا، يزي الشعب التونسي عمره ما عاش خطاب صريح ولا زي. وأطلب من أنا من الناس اللي طلبت فهمت لا تخلي معناتها الترويكا عن الحكم، وشاركت مع مبادرة حماية المسار الديمقراطي بمقترح أنه معناتها يقع معناتها حل الحكومة، ويكون المجلس التأسيسي بأن كايدو شارج نوفو يسمح، ما عادش الأغلبية بتفرض روحها على الأقلية، قال شنو قال الأقلية، ونمشيه إلى توافق، التوافق اللي ما يمشيش على حساب الحق. سيدي العزيز، أنا أقدم المعارضة متاعي بكل صدق وبكل صراحة، ولا أنتمي لأي حزب كان، لست مع الحكومة ولست منتميا لأي حزب من المعارضة، أنا أعارضه. شكرا جزيلا للفنان رؤوف بن يغلان، يعطيك الصحة وبارك الله فيك على كل هذه التوضيحات. نشكرك برشا على